بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية هذه الندوة الصحفية أريد أن أتوجه بأحر عبارات الشكر والتقدير لكل وسائل الإعلام اللي جات ولبت الدعوة لتغطيه فعاليات هذه الندوة. يعيشكم نسكروا الباب توا. نسكروا الباب. جدد الشكر لوسائل الإعلام إلى لبات الدعوة لتغطية هذه الندوة، خاصة وأن موضوع هذه الندوة هو موضوع مصيري بالنسبة لمستقبل تونس، باعتبار إذا كان اليوم قبل أشهر قليلة من الانتخابات نلقاو رواحنا حزب سياسي يمشي يقوم باجتماع شعبي ويقوم بكل الإجراءات القانونية من إعلام السلطات الأمنية والسلطات الجهوية المختصة، من بعد يتعرض للعنف، يتعرض لمحاولة اقتحام أقر الاجتماع، ويتعرض إلى أحداث دامية وتكون فما جرحى وتكون فما ناس اللي تضررت ماديا ومعنويا وجسديا من هذا العنف المرفوض. محمد إلا إذا كان فما وسائل إعلام فقط. في بداية الندوة باش نعرض عليكم شريط ملخص لمختلف مراحل العملية السافرة، انطلاقها، الاستهداف اللي طال رئيسة الحزب، الاستهداف والاعتداء اللي طال مناضلي الحزب، والأضرار المادية والاعتداءات والاستهداف اللي طال ممتلكات المشاركين في هذه العملية. وطبعا بعد ما نشوفوا هذه المشاهد باش يكون عندنا تعليق وباش تكون عندنا المعطيات اللي باش نعطيوهم لكم بخصوص بعض الأطراف اللي إلى حد اليوم ثبت تورطها وضلوعها في هذه العملية، أطراف سياسية وأطراف طبعا نحكيو عليها من بعد. فما ملاحظة نحب نقولها هو أنه حرصنا على تمرير الكلام البذيء كيف ما هو، ما نحيناش وما عملناش بيب على الكلام، باش الرأي العام وباش الصحافة وباش الناس الكل تعرف شنو اللي تقال. نعتذر من مناضلي الحزب لأنهم توجعوا نهارتها وتهانوا نهارتها وباش يعاودوا يسمعوا نفس الإهانة، باش يعاودوا يسمعوا نفس السب والشتم اللي تعرضوا له، لكن هذا داخل في نضالنا ونحن معناها قابلين قانون اللعبة، لكن حبينا الصحفيين والرأي العام يسمعوا الكلام هذاك لأنه كلام يوجع ومناش باش نخبيوه لأنه ناشرينه. احنا وصلنا اليوم في دولة أنه المجرم يقترف جريمته أمام السلطة على مرأى ومسمع من الجهات الأمنية وينشر تفاصيل الجريمة بكل شجاعة وبكل معناها طمأنينة، وكأنهم متأكدين أنه مش بتصير محاسبة، متأكدين أنهم بشفرتوا من العقاب، متأكدين أنه عندهم كوفرتور قدر ما فماش مجرم يقترف جريمة ويخلي أثار الجريمة إلا كيف يكون متأكد أنه محمي. ولهنا السؤال اللي مش نطرحوه من بعد، من يحمي العنف ومن يحمي الجريمة في تونس؟ ما نطولش عليكم، نبدأ بمخرجات هذا الشريط المصور. هذه الشيء سأضرها العشرة من الناس اللي دافع على سيدي بوزين باكي الكل كذبوا بالفطر، اللهم اللي جاءوا لطارد عبدير موسى من سيدي بوزين. اليوم باقيين نستناو في صبيحيه سيدي بوزيد، صبيحيه سيدي بوزيد اللي باعوا البلاد وخانوا البلاد، واليوم حاضرين رواحهم الطبله والذكرى لعبير موسى.
راهو العبد عمره ما يولي سيد، وهم عبيد، لكن احنا باش نلقاو سيد. وهنا نستناو، نستناو في ليلاتهم عبير، نستناو في العبد عبير. بالنسبه لي احنا عبده، وبالنسبه ليهم هم سيده، يا ازلام يا مرتزقه يا خونه يا صبيحيه، رانا ليكم. والثوره باش نرجعوها من اول وجديد، ومانيش ساكتين ومانيش ساكتين، وهنا نستناو فيها، هنا نستناو، والعظام حاضره. نستناو يا عبير، واخرج. اعطوها رشقات من الديمقراطيه، صليات من الديمقراطيه،
ما عندي بوزيد لحال. شباب تونس احنا اليوم اللي حاصرنا لك المقر، واحنا اليوم اللي بالعاني ونقول ونعاون حركة شباب تونس، مش نطردك من كل ولاية، مش نطردك من كل بلا. رجلية تستحق بيك كارل ياسرين، شافوا بيها الجماعة اليوم. كارل ياسرين شبعت بالعظام اليوم. شبع الله اليوم في كارل ياسرين. كارل ياسرين حالة الياسرين اليوم مش بشيلوا باش يروحوا، فاش يروحوا والعجلة كلها مفشوشة، والعجلة مفشوشة. العجل مفشوشة والعظام كل عظام الداخل. العظام العظام شبع عظام، شبع عظام في كارل ياسرين. هذه الكارل الثانية. تتصور الكره. هذه ما نسالي مطلوبه راي.
يا مرتزقة عبير موسى سلسل. كرابو مزير كارو مزير باشا كرابو كيلانو مزيت عنده كارو مزيت عنده باشا لا
المسيح انت حانا تفرج يا فرحان والسيد كاتب عام نقابة الحرس الوطني اللي قال نتحداها انه صار اي اعتداء ونتحداها انه ما صارش التأمين يظهر لي ديس كلتا وترابعينيها يظهر لي مش تعجيلي بتاع الكراهب هذيك الكل تتفش واللي تقلع تقلع والكمين اللي تنحات اللي تكسرت البلار متاحة والكار اللي بالكرسي بالكرسي تحط فيها العظم والشي هذيك كيفاش شفتوها عملية رشف الحجارة لسيديس الغربي يقول لنا هي يمكن ذلك شي جابتهم هي باش يضربوها بالحجار باش تزيد الشعبية متاحة يتصوروا للدرجة هذه هاكم شفتوه المخطط كيفاش وكيفاش داروا كيفاش ضربوا بالحجار شفتوا الاعتداءات على المناضلين شفتوا اللي فكولوا الكبوس شفتوا اللي فكولوا طبيب شفتوا اللي شفتوا يظهري كل شيء وما خفي كان أعظم لأنه هذا اللي تصور واللي ما تصورش أشنع ألف مرة من اللي ريتون توا مش باش نعلق قبل ما نعطي على الاقل لبعض الضحايا نعطيهم الحق في شهادات حيه لان اليوم حاضرين معنا حاضره معنا الاخت محبوبه عجيله كتفها مخلوع وتوا تحت العنايه الطبيه والملف الطبي نتاعها موجود باش تعطينا يعني لمحه كيفاش تم الاعتداء عليها وسرقت ادباشها سي خليفه اللي ليتوه غالي اللي لابس شوميز بلانش هو موجود لهنا وينجم كيف كيف يعطي التيمونياج نتاعو سي علي الطياشي الأستاذ علي الطياشي المحامي لدى التعقيب عضو الديوان السياسي للحزب يعني القيادة العليا للحزب هذك اللي قالوا له كذاب كرافاتك واللي شدوه وشفتوا أخلاقنا وشفتوا بعينيكم سمو أخلاقنا ناس تحت التهديد بالضرب بالعنف
وحتى واحد من حزب الدستوري الحر ما تلفظ بكلمة ماهيش في المستوى. كيف كيف سعلي لغا كيف كيف توا عنده شهادة طبية وتحت العناية. وطبعا سي عبدالله الريحي اللي ريتوه على المباشر واللي فما جماعة قالوا ليه ذاك فوتوشوب الدم اللي عملوه هاوكا موجود كيف كيف باش ناخذ شهادات في معناها في لحظات. ومن بعد نعطي الكلمة للأخ عمر الصالحي كاتب عام جامعة سيدي بوزيد باش يعطيكم لمحة عن التهديدات اللي جاتوا بعد الاجتماع والتليفونات والاتصالات اللي جاتوا واللي هو اليوم مهدد في حياته. بعد ذلك نكشفوا الأسماء والانتماءات ونعطيكم الكلمة. تفضل سماح. اسمي سماح بوعجيلة، كاتبة عامة للجهوية في دقبلة. تعرضت للاعتداء اللفظي والمعنوي المادي والمعنوي من طرف الميليشيات اللي حضرت باش تفسد علينا الاجتماع نتاعنا. المرأة كانت موجودة من بين الناس اللي كانت تتعرض فينا في الباب، ضربتني جبدتني من ايدي وتقول هي الكلبة الكبيرة اللي بعتلنا بلادنا، شدوها فركسوها. جبدتني من ايدي نفك في ايدي منها. قلت لها سبحان الله شو عملتكم العباد ورجل كبير قدامي يضربوا فيه من ولاية القصرين. قلوا هبط ايدك خليني فتش الجيب طب نشوف وحدي عندك فلوس ما عندكش. قلت له سبحان الله على الاقل اضرب الصغار. قال لي سبحان الله علينا ونهال علي بكم من الالفاظ البذيئه وضربني على ظهري بالعصا. وقت اللي هبط طبست من الوجيعه جبدتني كرتني هي وفما ولد وراها هي ديريكت لابس فيست كبير. النجم تعرفت عليها المراه من في المقطع اللي تعدى من بكري وسحب لي الساك نتاعي فيه كاريت شيك فيه لي كارت بانكير نتاعي فيه الفلوس فيه ذهبي. وقت اللي كثروا علينا الحجر من فوق السطح نحيته وخبيته في الساق. قلت على الاقل ما يشوفونيش كي خارجه بيه ينحولي على خاطر نسمعوا فيهم نحيلهم نحولهم. معناتها هما قاعدين يهبطوا في لي سيكونس احنا نشوفوا فيه مع المباشر على الفيسبوك. خفت معايا زميلي حاب يرجع عليا شويه الضرب. كاتب امين مال جهوي بالجامعه كيف تعرض للضرب. ضربوا بالعصا على راسه وصبعه مضروب. خذينا تو احنا تحت العنايه الطبيه. عندي الدوسي ميديكال نتاعي الكل فيه الاشعه فيه السيرتيفيكا انيسيال اللي خذيتها بقيمه الضرر اللي لحقني. وان شاء الله احنا موجوعين بالحق ما موجوعين على تونس. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا اسمي خليفة عطية عضو اللجنة المركزية الجنوبية. الله غالب هو اللي صار كان معندها يعني ضد الحزب وضد أعضاء الحزب وضد يعني ناس مشات تخدم مشات معندها يعني باش نوصلوا رسالتنا ومستقبل يعني مشروعنا. لكن للأسف الناس ما تفهمش ولازمهم وقت الله أعلم وقتاش. أنا خرجت من الاجتماع متأخر أنا وزملائي صدق مع الزملاء الكل. صدق مع الزملاء قدام الامور اللي قلتوها في الفيديو سيناها قسمنا بعضنا باش ما نبداوش مجموعه كبيره. سي حسون كان عضو اللجنه المركزيه للوعي ما رانا مشيت شويه. ها هو السب والشتم والواحد واحد عرضوا لي ثلاثه. واحد اللي ضربني بوني على جنبي هذين وثاني ضربني على خدي وثاني ضربني بسيطه. ثلاثه من الناس هم اللي قالوا تدل عليا والحمد لله عندي سيرتيفيكا وان شاء الله تولدها للمكتب. انا تمنيت يعني شويه وعي اكثر من هذا لكن للاسف لازمنا يعني نصبر وندافع على حزبنا ورسالتنا يعني مضمون الوصول ان شاء الله عن قريب العاجل. شكرا. طيب
وهرجي سي عبد الله سميده اللي هو اول الضحايا، لانه سي عبد الله سميده خرج خاطر مرته في الكرهبه مازلنا في وسط الاجتماع يتحاماو فيه الناس الكل، رصات له مضروب تو يعطيكم الشهاده بتاعو، ومشى للسبيطار التعبير الحفاي وما حضرش في الاجتماع، واحنا ما ثقناش فيه الا من غدوه عرفنا معناه اللي فما شكون اخر تضرب واحنا في بالناش. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم الحضور، علي طيش عضو سياسي ومحامي. وفي الحقيقة قد ما يحكي الواحد عن اللي صار ما ينجمش يوصف ويلخص حالة الرعب اللي كانت تخيم على المكان والارتهان والاحتجاز، لأن ما صار يرقى إلى جريمة احتجاز شخص أو أشخاص أو مجموعة بدون إذن قانوني، وهي جناية متلبس بها. وأنا نتسائل علاش النيابة العمومية ما تحركتش في الوقت وفي البحث الابتدائي والضابط العدلية موجودين على عين المكان وعاينوا الجريمة المتلبس بها. لكن باش نقول حاجة، راهو اللي صار وهالفئة هذه ماهيش هي اللي تمثل سيدي بوزيد. ما يلزمش نحسبوا الناس هذوما على سيدي بوزيد، فئة على جهة وقول ما أحسنتش التصرف بل وتجاوزت القانون بدون رادع ولا رقيب ولا حسيب. اللي صار كونوا عند خروجنا وبعد الأحداث اللي صارت هذيك الكل، خارج باتجاه سيارتي وانا ما نعرفش كيفاش غلطت في الثنيه، لان نوعا ما حتى شويه الوعي فقدته. خرجت في ثنيه غالطه ما راني الا ومراه تتقدم مني لابسه جلباب اكحل، انا نهدي فيها وهي تسيح، وفي نفس الوقت كنت تلوج على يدي فيها ساعه يدويه فيها شي خاتم فيها شي حاجه، مع سب واهانات ما تتصوروش مدى الفظاعة نتاعها. ورغم الشد العصبي الموجود مسكت برودة أعصابي، وفي المغادرة كي جبدني الشخص اللي هو معايا باتجاه سيارتي كانت قدام الولاية، الشخص هذاك اللي شفتوه يرافقني يتشفع، لأنه احنا في حزب لا يدعو إلى العنف، إلى حزب ينبض العنف، وفي حزب ينبض التطرف، ومسار يرقى الى مستوى الجريمه الارهابيه. نقول لكم هذا وانا متاكد لاني عايشتها لحظه بلحظه، والحمد لله الحمد لله انه الفخ اللي حبوا يطيحونا فيه ما مشيلالوش، وتبقى ديما اخلاقنا في وسط الحزب هذايا واللي ندعاولو هو اسمى وارقى الف مره من هالتصرفات اللي صارت واللي وجعتنا كل واللي مسدنا في كرامتنا كل، ولكن ماهيش باش تثنينا على مواصلة النضال وعلى العزم من أجل تونس ديمقراطية، تونس فيها حرية تعبير مسؤولة، وتونس فيها حرية اجتماع وتناظر مسؤولة. وشكرا لكم. هو أول ضحية مباشرة للحجاج لأنه كان في شيران. السلام عليكم، صباح الخير لكلكم. الحقيقة اللي شاهدناه في سيدي بوزيد هو تطبيق النظرية معروفة العنف، ما هوش تصرف متاع بضعة منحرفين، هو عنف منظم ممنهج. والدليل على ذلك أنه بعد الإصابات اللي لحقت بينا وإحنا داخل قاعة الاجتماع، وكانت مستهدفة أساسا الخيمة اللي فيها الرئيسة، وكنت أنا مقابل الخيمة بينا تقريب 5 أمتار، وتلقيت الإصابة الأولى بالحجارة، وسائل نزيف كبير في أثرها، ولكن هذا الكل كان ما هو إلا حلقة من حلقات عنف تواصل مدة 6 ساعات تقريبا من منتصف النهار الساعة 6:00 على مرأى ومسمع من الأمن اللي كان لم يزد مجهوده في العملية إلا الفرشة. ولما كنا خارجين تواصل محاولة الإهانة أبعد ما يمكن من الحدود في الإهانة، لأنه يمس الإنسان في ذاته الداخلية. العبارات كانت منتقات، والعبارات كما سمعتوها نفس العبارات تردد تجاه الرجال ونفس العبارات تجاه النساء، وهذا ما يدل على أنه العنف كان منظم ومخطط له. وشفتوا المدارة متاع هي نكردوهم
وانطلقت الوادي بتاع الحجاره اثر تو انكردوهم. وما تواصل في المرحله الثانيه هو دليل على انه العنف كان منظم. واسمحوا لي الملاحظه الاخيره، اعوان الامن اولا ما كانتش غياب الحرفيه التام. اذا كان عندك ناس تحب تامن خروجهم، اول حاجه يلزم تبعد المعتدين، ما نكلمهم حتى حد، قاعدين احرار يتابعوا في كل واحد يخرج. اذا جاءوا مش يمسوا واحد من الاشخاص وقتها يعرضوا له اكاهم. اثنين، اذا تمت ملاحقتي من اللي خرجت من باب القاعه حتى لين وصلت للسياره، ملاحقتي انت يلي بيك يلي عليك، سب في على اكثر من 120 متر، سبان متواصل. ثم اعتدي علي ثانيه باختطاف الشاشير اللي نرحم على والديها، لو كان ما كانتش نهارتها فوق راسي راني مشيت، لانه هي كامورتي اللي الغابه بتاع الحجر. من تحت الشاشيه صار هذا، وعندي فيه شهاده طبيه من مستشفى عمومي. اللي اختطف الشاشيه دليل اخر على انه العنف كان منظم. لفت له واحد من اللي كانوا حاضرين قالوا لا، رجع له شاشيته فهبط راسه بنت الشاشيه. دونك هذا ما قالت الاخت رئيسه، هو عنف منظم ممنهج، ناس كانوا عارفين ايش يقصدوا وعارفين كيفاش يدخلوا. ان شاء الله بلادنا فوق هذا الكل، ان شاء الله تعود بفضل نضالاتكم، نضالات الحزب الدستوري على راسه الرئيسه الجليله، تعود بلادنا بلاد امان وامن، نرتاحوا مع الهموم هذه. شكرا. السلام عليكم. علي لاغا امين مال جامعة القبلي، قاموا علينا بالاعتداء نهار الاجتماع واحنا خارجين بالسب اللفظي والمعنوي، وقاموا بضربنا وقاموا بالاعتداء على السيدة الكاتبة سماح بعجالة بالضرب من قبل امرأة. وكذلك كان جيت باش ندافع عليها، ضربوني بالعصا على يدي وعلى راسي. قاموا بسبنا بعبارات غير أخلاقية قاسية جدا. شكرا. نحن بحق عطلة فينا، لأنه الاعتداء اللي صار لك في وسط الاجتماع ما ريناهش احنا. أنا من الأولين، أنا الحقيقة حضرت حتى شيء. دخلت السيدة الرئيسة حضرت المنصة، وأنا جيت بدري أنا وزوجتي، حضرت زوجتي في السيارة وقت اللي بعد ما قرينا النشيد الرسمي وبدا واحد. أنا قلت كلمت المرأة، ما إحنا ماشيين لقبلي الحقيقة، بما ان مازال تاخر شويه الاجتماع مشيت. قال لي سي عبد الجيد برا مشي جيبها، ما في بالي بشيء. خرجت نلقى الاخ هنا، قال لي ما تخرجش. قلت كيفاش ما نخرجش؟ قال لي تحمل مسؤوليتك. قلت بيان سور تحمل مسؤوليتي، انا مرتي ما في بالي بشيء، حتى شيء ما في بالي. قال لي تحمل مسؤوليتك. قال لي اعطيني بطاقه تعريف. اعطيته بطاقه تعريف. قلت له حل انا توا المراه شكون يعرف عليها. خرجت انا يعني خرجت ونشوف، مش صحيح 15. أنا اللي شفته، العدد اللي شفته عدد مهول، ممكن الناس تتفرج فضوليين، أما اللي دخلوا علي أكثر من 15 ديجا. معناها حشاكم بزاق ضرب واحد هنايا تو. أنا كنت عند الأوفتالمو كان وجهي قد نكا. هكا المرأة شافتني دخلت قالت يا رسول الله شايب كيف كنت يعملوا له هكا يا رسول الله. هكا جيت باش نرجع نمشي حتى للمستشفى في 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 سيدي بوزيد، ما نجمتش. وليت مشيت للمستشفى معناها الاستعجالي في بير الحفاير. عطاوني شهيد فيما يخص، الحمد لله للتو كنت ما زلت توا كيف خرجت من عند الدكتور، ما قال لي برا سترك ربي حضروا لك رضايه الوالدين. يعني الضرب اللي عملوه ما عرفتش شنو هي الاساس. بقى السيد اللي قال لي ما تخرجش، انا نحب نعرف كيفاش خلاني نمشي، معناها حطني في 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 في
في في في في مازق والله في أنا بعثني أنا فكرت لطفي نقص الحقيقة ومرسي يعني. صح. تحيل الكلمة تحيل الكلمة إلى الأخ عمر صالح كتب عام جماعة سيدي بوزيد يعطينا التهديدات اللي تعرض لها على أسر الاجتماع. جميعا أنا عمر صالح كتب عام جماعة حزب الدستور الحر سيدي بوزيد نحب نقول يعني أنا بعد الاجتماع بالضبط تم الاتصال بي عبر الهاتف يهدف فيه باختصار نويلي يهدف فيه بحرق المنزل بتاعي يهدف فيه بالقتل وبواسطة سير يعني يكلمون يقولوا باش نشرقوك بسير والك يعني باش ينحلوا لي سير والك ونشرقوني بيه باش نحطوا لك المكتب بتاعي الأخباب هذا غير حضركة قبل العشية دخلت المركزان جنيرال أو طحان عبير هاو الصباحية دخلت هكذا في المجازين جنرال مش نعمل إذن قضائي ونأخذ نسخة من الكاميرا هذه حاجة أخرى اتصل بي رقم التليفون المرأة اللي هي الرقم هذا بتاعها 53 الرقم قلت لي إلا نخطفولك أسرارك ونحرقولك دارك ونحطموك ونقتلوك ونهجوك ونردموك وما يقبل من يفيقني أنا مهدد حاليا إلى حد هذه اللحظة أنا وقت ما خرجت الصباح خرج معايا صغاري مش نمشي من دل محطة نأخذ الحافة خرج معايا صغاري أهلي زوز ولا كذا من الناس وصلوني المحطة وقت من الناس اتورت سيدي بوزيد مانيش مش نهبط في المحطة مش نهبط في البلاكات السبن تبع 25 كيلو متر سامحوني انا ما منفعله اني كون سليل حتى صادر يقف والحمد لله ونحن رانا مواصلين اقولها الايام دوري بالله وبالحرام اصلي دستوري لنخون وطني ولا يقدروا يخوفون يظهر لي إذا كان بعد شهادات الحياة هذه وبعد الفيديو اللي شفتوه اللي هو فيه الوجوه حرصنا احنا انه تتشاف الوجوه اللي ساهمت في العملية والنيابة العمومية ما تحركتش في وقتها اللي من المفروض جريمة متلبس بها النيابة العمومية ما تستناليش احنا حتى نلموا الشهادة الطبية ونلموا الملفات مش نقدموا لها قضية لدى القضاء هي كان اليوم الدولة غابت وهذه حقيقة شفتوها الناس الكل لأنه الاعتداء اللي صار هذاك ما نجمش يصير على مرأة ومسمع من الجهات المسؤولة ويمر وإلا نوليه احنا في دولة تشرع للعنف وتشرع للاعتداء لأن الناس هذوما لا عندهم رخصة تحت جمهر لا يمثلوا حتى لا حزب لا يمثلوا حتى شيء ناس تونجيوا الانتماءات وتونجيوا لشكون بعضهم بدون رخص قانونية وزيد تم ركن الإضمار والترصد لأنهم ريتوا في أول الفيديو جوني للوتيل هما كان الهدف متاعهم أنه يجيوا للوتيل يضربوني بالعظم يضربوني بالحجر يهينوني يصوروا الفيديو اللي بشي عديوها ويتباهيوا بها ويفتخروا بها في الفيسبوك ويمنعوني أني نمشي قاعة الاجتماع ونروح لتونس باش هما يصفقوا ويقولوا احنا أراضينا ولينا نحكيوا بكلمة أراضينا يعني هذه تفكيك التراب التونسي وتفكيك الوحدة الوطنية أراضينا ما يعفش عليها فلان أراضينا دنسها فلان احنا نتحكم شكون يدخل احنا نتحكم شكون قتلك الأحزاب الكل يعملوا مؤتمراتهم والأحزاب الكل يعملوا اجتماعاتهم إلا الحزب هذية ما يعفش أراضينا هذه العقلية اللي حبوا يعملوها يعني بش يحطوا مناطق من الجمهورية كرهائن عندهم بش يواصلوا يتحكموا في مفاصل الدولة وفي مفاصل الحكم وذي أتونجيوا يظهر لي في الفيديو الناس الكل شافت كلمة احتجاز هو ما قالوها مش احنا قلناها قالوا سنحتجزها وجينا باش نحتجزوها وما تخرجش اللي على جلستنا ويويلها في الخروج
يعني هذية وتسجل فيه والناس كنت تتفرج فيها والسلطة تتفرج فيها. سمعتوا كلمة تخرج تكلت ريحة. سمعتوا الطعن في الشرف يا كذا يا كذا. وهنا نجيوا للعنف السياسي والعنف المسلط ضد المرأة. لأن الناس هذوما مازال في القاموس نتاعهم إذا كان امرأة تعمل السياسة، إذا كان امرأة تكون في قيادة سياسية يلزمنا نعطوها في شرفها، ويلزمنا الكلام هذاك يسمعوا زوجك ويسمعوا ابنك ويسمعوا ابوك ويسمعوا اخوك. على شنو ناويين الناس هذوما؟ هذوما ناويين على إثارة النعرات ما بين أفراد الشعب، وهذايا بلغة القانون وبالفصل 72 من المجلة الجزائية تأليب الشعب بعضه على بعض. وفي القانون العقوبة هذه توصل إلى مش لازم أنا أقولها، توا امشيوا أقراو وتوا تشوفوا العقوبات هذه. اسمعنا أيضا المخطط اللي جاء السيد، وتوا نعطيكم شكون السيد اللي قاعد يعطي في الأوامر. جاء قال له هكا ركحت الأمور والناس الكل تفرجت. قال له وي وي وكرهبهم والعجل وكرهبهم، أنا شبابكم ما نعرفهمش. إيش معناها؟ معناها هما جندوا هذاك رئيس الشباب، رئيس عصابة الشباب اللي هما جندوا للعملية، وهو عنده انفيزافي اللي هو القائد اللي عطاه التعليمات كيفاش يصير النقل المباشر. كيفاش سمعتكم قالوا باش تخرج في الباقة باهي، اختاروا لها اخيب باقة ونضربوها بالعظم ونهينوها ويتفرجوا فيها. هذايا منظم والسيد عطا فيه الاوامر وجاي قالوا هكا ركحت الدنيا الكل وبدينا النقل المباشر من الاول. ومن بعد يقول له الكراهب والعجل، معناها الاعتداءات على الابلاد صارت باعتداء منظم ومبرمجينه، وفما شكون مكلف بيه. وهذايا على مرأة ومسمع من الناس الكل. حاجه اخرى اللي بيناها قال له هذايا درس مش ما عادش تجيو لسيدي بوزيد. وهنا اختر يعني هما يحبوا انه هانا لقناهم درس باش يعرفوا اللي فما مناطق معينه ما عادش يحطوا فيهم ساقيهم. وقالوا والله الا ما تموتوا. كيف تقول والله لا ما تموتوا؟ معناها ماشيين للاغتيالات. معناها احنا اليوم في دولة اللي باش تخلي الشعب يتقاتل. علاش؟ لانه فما عملية تجيش ممنهجة ضد عبير موسى. المدة الاخيرة سمعناهم يوقفوا في مدونين ويحبسوا في مدونين. اللي يساب الحكومة اللي يساب كذلك. اما الصفحات اللي تجيش ضد عبير موسى وقبل بمدة، لانه رينا هدايا قيس البوعزيزي ريناه شكتب. قال تدخل سيدي بوزيد على جثتي يا اما مسجون يا اما ميت. يعني فما تهديد واضح بالارهاب وما صارش التصرف معاه. اليوم ابارامون معيطين له في الجرجاني وبدات عاده التجيج. كانت مسوا واحد منا نشعلوا الدنيا ونعاودوا لكم ثوره. هذايا المنطق، يعني نعملوا اللي نحبوا، الف بشر نتحكموا فيهم، نعتديوا بالعنف، نخرقوا القوانين، نعملوا العربدة ونعملوا البلطجة. وإذا كان تخموا إنكم مش تحاسبونا راهو باش نشعلوها. وبالتالي السلطة اللي اليوم خايفة على روحها وإلا اللي وعدتهم بالكوفرتور بتبيعة مانيش باش نراوها باش تحاسب حتى ونشوفوا هذايا من بعد. فما تصريح آخر خرج في الفيسبوك البارح ما حبيتش نعتمدوا لأنه ما نعرفوش صحيح وإلا غلط، ومنسوب للمحامي خالد عوينية اللي قال ان هناك مخطط اغتيال ضد عبير موسي، وقال انه تسلوا في وسط المجموعه ناس عندهم علاقه بصاحب مدرسه الرجال وناس من انصار الشريعه، وجاوا بلاش لحيه وجاوا باش يعملوا المخطط. وفاق بهم السيد اللي تابع التيار الديمقراطي، وهذا يؤكد حضور المنتسبين الاحزاب هذه في هذا التجمع وهذا الاعتداء السافر. وتم حسب ما يحكي هو إحباط مخطط الاغتيال. يعني هذا توا وين يحبوا يوصلونا قبل أشهر من الانتخابات. نحب لهنا زاد نجاوب على الناطق الرسمي للحرس الوطني اللي تكلم البارح بعد ما خرجت أنا من البلاتو بتاع الحوار التونسي، وكنت نتمنى إنه تصلوا أنا موجودة في البلاتو. فما حاجة ساعة نحب نقولها، راهو مستحيل باش تعملوا أي عداوة بيننا وبين المؤسسة الأمنية، لأن المؤسسة الأمنية هذيك تاج على رؤوسنا، وانتوما جيتوا حطمتوها، انتوما جيتوا خليتوا البوليس من غادي على الميدان عاجز انه يحمي المواطن. لأن البوليس اللي مشي يتحرك ينجم يتضرب، ورينا البوليسية اللي كريت البونية واللي كريت الكف وخسروا عليها عيطلة وزير الداخلية عطاها شهادة، شهادة شنية ما نعرفش، وما سمعنيش الناس اللي ضربتهم تحاسبوا ولا وريتوهم. وفما خاطر ما نجموش نزيدوا نطولوا عليكم أكثر، أما مش قدموه للقضاء
يحرضوا في الامن ضدنا. راهو باش يجيو باش ينحيوكم النقابات باش ينحيوكم الحقوق باش يعملوا يعني يبثوا في الفتنه ويبثوا في الاخبار الزائفه. هو البارح قال احنا مكلفين بمخطط الخروج مش انت. يظهر لي ريتو اليوم شكون اللي عمل مخطط الخروج. سمعتوه قال هي يلزمها تخرج لولا وجماعتها يلزمهم يقعدوا. يعني شو اللي صار؟ اللي صار ان الدوله عاجزه اذا كان نعتبر حسن النيه، متخاذله اذا قوي شويه، متواطئه اذا كان نقرب لما حصل. انه في عوض نطبقوا احنا القانون انه نمنعوا الناس انهم يقتحموا الاجتماعات، نوليو نلبي لهم رغبتهم. شنو اللي هم علاش شدوا فيا انا اخرج انت اخرج انت؟ لانه اللي قالوه هما البر. احنا حشتنا بها هي. قالوا جماعتها الصبيحيه نتاعها جوست باش نصوروهم نفتحوهم وهكاك نسبوهم نسولهم من كرامتهم باش يتربوا ويخرجوا من الحزب. وهذا تزوير الانتخابات. لانه السيد اللي قال على انصار الحزب بهاليل ومهابيل، اليوم ولاو هالبهاليل والمهابيل ولات الكلمه الاخرى اللي سمعتوها. وفما كلام اخر اللي ما نجمناش نعديوه لانه حقيقه نقتربوا على وقتها نفوتوا القاعه بشويه. خلينا الكلمه هذيك اللي توا سمعتوها عندها اصل في اللغه العربيه وتنجم تقول تعديت. اما الكلام الاخر اذا هما قالوا حاجتنا بها. شنو المخطط؟ المخطط انه تخرج هي باش نعتديو عليها باش نضربوها. اذا انت نسحلوها ما نقولوش لا ونوليو في سيناريو لطفي نقد وفي السيناريو اللي تعرضت له انا في كيمارس 2011 في المحكمه. ما تنساوش اللي هذايا عوده لمربع العنف اللي ريناه في 2011 وقتها انا باعجوبه منعت عن طريق الامن ومشكور الامن. اذا مانيش عندنا مشكل مع المؤسسه الامنيه، عندنا مشكل مع من يعطي التعليمات. وفما فيديو ما حبيناش نحطوها باش نقولها لكن في القضاء باش نحطوها. يبقى الحال على ما هو عليه، خلي الوضع كما هو، خلي الوضع كما هو. تقعد الامور كيف ما هي ما تتحركش وما تعمل حد شيء. اش باش يعملوا؟ باش يعملوا امتصاص الغضب نتاع المجرمين. هكا كي تخرج هي ويفشوا غلهم فيها. ويسمعوها الكلام اللي يحبوا يقولوه ويضربوها ويهينوها. يبردوا هتوا هما يبردوا وقت اللي هما يبردوا علاش هكا وقت اللي هما يبردوا توا نوليو سهله ينفضوا المجرمين هذوما وتوا يخرجوا الناس. احنا اللي شدينا حطينا الدوله امام مسؤوليتها. ليه ما نطبقلكش المخطط بتاعي؟ هذيك المراه اللي توا باش نعطيوكم الهويات بتاعها دخلت لنا خليها الامن تدخل لنا الى القاعه باش تتفاوض معانا. عشنا وضعيه بتاع التفاوض على اطلاق سراح الاسرى. هذا ريناه دخلت باش تتفاوض. اش قالت لنا؟ قالت الجماعه اللي برا قالوا لكم تخرج في الباقة. يعني هي لازمها تراني انا في الباقة. وهذا ايش معناها؟ معناها نحبوا نراوها في الحبس. هما توا نحبوا نراوها يا في الجبانه يا في الحبس. به هما يتحكموا واخي باقه يلزم يختاروا لي. وقالت تعتذر كي دخلت وحكيوا معاها المواطنين وعندنا الفيديو مصور لو مش نزيد نطول عليكم باش نوريه لكم. وحكيوا معاها بكل احترام والقاد اللي ما فماش مجال لقبول المفاوضات نتاعها اللي بعثوها خرجت لهم وقالت لهم راهي ما حبتش عرضوا عليها الخروج في الباقه وراهي ما حبتش. وبداوا هما يفقدوا في اعصابهم. ووقتها كلمني انا الوالي بعدها هي بشويه كلمني الوالي اخر العشيه باش يقول لي هذا اخر قرار لانه من هكا من هما يبعثوني في اعضاء الديوان السياسي ويبعثوني بربي اقنعوها خل تخرج هي. والمشهد هذايا بشنو ذكرني؟ والسياسه هذه المتبعه معناها تجاه المجرمين. تتذكروا المظاهره اللي قدام دار التجمع في 2011 هكا بتاع اخسادي ديجاج وكلي باش يقنعونا انه الشعب عمل ثوره. تتذكروا وقتها البلاكه بتاع التجمع كي طاحت وطاحت من داخل ولا ليه؟ شكون طايحها من داخل؟ طايحوها من داخل في التجمع علاش؟ لامتصاص غضب المتظاهرين. يعني هما بالنسبه ليهم نجي نعمل لك شوها، نجي نعمل لك انا نهدد، نرعبك، نرهبك، نفرض شروطي، تفقد انت اعصابك وتعطيني تستجيب لهذا الكل. نولي انا خرجت اسمع يا اللي ما سمعتش دت في صدري غدوه في القهوه هيك جيت وعملنا فيها. سمعتوها كي قالت نحبوا نعملوا فيها اللي نحبه وباش يشوتوني كيما الكوره يا عبوره. اعطيهم الصحة على الغنية هذية والنعوت اللي عملوهم وهيا للا هيا وهيا الكلمة الأخرى هيا كيفاش باش يستقبلوني بوابل من الاعتداءات.
إذن اللي يحبوا يعملوا مخطط إخراجي ماهوش نابع من مخطط الدولة، نابع من مخطط الهزم الناس المجرمين وتنفيذا لمطالبهم. وإحنا ما استجبناش لمطالب المجرمين وما خضعناش للابتزاز وما خضعناش للمفاوضات، وحملنا الدولة مسؤوليتها. وقت اللي قربت الدنيا باش تظلم وفهموا اللي باش تولي كارثة إنسانية لأنه معاهم منحرفين، وهو باش نوريكم شكون اللي معاهم وريتوهم الناس هذوكم ما نجموش يكونوا لا شباب ثورة ولا شباب واعي ولا شباب حتى شيء، هذاك شباب مأجور وكذبوه اللي قال وينو شبابكم باش يقدوا باش يالكوا الكراهب والعجل. هذه يعني وصمة عار جديدة تضاف إلى هذه المنظومة التي تكرس العنف. وقبل ما ندخل في الهويات باش نوجه رسالة، لأنه نقولها من هذا المنبر مع احترامي الشديد لوسائل الإعلام وللسادة والسيدات الصحفيين، وأشكر كل الأصوات الحرة والأقلام الحرة والناس اللي ما رضختش لعملية العصابات اللي عايشين فيها توا. فما بعض وهو أن هذه حالات شاذة تحفظ ولا يقاس عليها، لكن يزدنا نقولوها. إذا كان أنت تستغل وجودك في إذاعة مسموعة جدا لدى المواطن ولدى المواطن البسيط اللي ما يعرفش شنو اللي فما في كواليس السياسة باش تحرف لي كلامي، نحب نذكركم شكون خرجها وطلعها كلمة باش تحط الناس في الحبس. شكون اللي خرجها؟ أنا وقت اللي تكلمت قلت نطالب بتطبيق القانون على الخوانجية اللي سفروا شبابنا البؤر التوتر، اللي اليوم عندهم علاقات عضوية بتنظيمات إرهابية واتحاد القرضاوي، واعطيت أسامي شخصيات بتاع الإخوان اللي عندهم بهم علاقة وكيفاش يتسيروا، وشكاية اللي قدمناها حول التمويل القطري واللي القضاء ما حبش ينظر فيها. احنا قلنا نطبقوا القانون، ما قلناش باش نحطوا التوانسة في الحبس. وتوا انا نغيرني البارح يعني حتى في البلاتو يولي الصحافي والا الكرونيكور المرة الاخرى زادت في إذاعة يقول لك انت سبيت شباب سيدي بوزيد، والاخر يقول لي شبيه سبيت الهمامة، والاخر يقول لي يحيوا في النعرات الجهوية ويحرفوا لي في كلامي. وهكا قالت باش تحاكم الناس الكل اللي خرجت في 2010. لا تحديكم كان الكلام هذا يصدر عليا. انا قلت انه ما صارتش ثورة، وهذه حقيقة ثابتة وستثبتها الايام وسيثبتها التاريخ، وثبتت في العالم اجمع الا في تونس، لانه قلابة الفيزا في تونس والمنبطحين في تونس مازالوا مجندين لحماية الاخوانجية ولتبييضهم، وباش يزيدوا يخليهم جاثمين على قلب التوانسة، وباش يزيدوا يخليوها اجتماع كما هذا سلمي يصير في هكا. وحزب التحرير اللي يدعو لدولة الخلافة واللي رفع الراية كحلة في أرينا ليلة الاجتماع متاعنا ما يتعرض له حد وما يكلمه حد ويتحمى أمنيا ويخرج ويتشطق علينا ويقول لك هذيك الديمقراطية. الديمقراطية اني نعطيك سلاح باش انت تضرب الدولة وتقول احنا توا باش نهدوا الدولة ونهدوا كل شيء وباش نمشيوا للخلافة وللبيعة ولا ال 14 قرن مضت. هذه الناس اللي قاعدة تلمع فيها. انا لعمري حكيت، انا قلت انه الناس اللي تضرت في 2010 دمها ودمها في رقبة بيادق ومخططي اجندة ربيع الخراب والدمار. ولليوم حتى حد ما خرج قال لنا 300 ولا اكثر من 200 تونسي اللي تقتلوا بعد خروج بن علي شكون قتلهم. لليوم رينا محاكمات تاع ادارات امنيه اللي تخرج محاميه ويخرجوا محامين باش يضغطوا على القضاء باش يتم التراجع في الاحكام، ومن بعد يستعملوا هيئه من سدرين باش يعاودوا محاكمات تاع احكام بد فيها القضاء، لانه الناس هذوما يحكيوا على حقبه يحبوا يحملوها المسؤوليه. وبعد خروج بن علي وقتها عدد الضحايا الحقيقي اللي صار ما تحكيش عليهم وما تعرفهمش وما تقول الناس شكون قتلهم وشكون ضربهم. البارح احنا شفنا ناس فوق السطوحات نتاع الامارات المجاوره هما اللي سيروا في العمليه وهما اللي قاعدين يرصدوا وهذا باش يقدموه للقضاء. هذا الكل اللي يريدوه قطره من الوثائق اللي عندنا اللي باش تتوثق صوتا وصوره وكتابه عن طريق محاضر بعدول منفذه، علما وأنه نهارتها استنجدنا بعدول منفذة وخافوا قالوا ما نجموش ندخلوا في وسط هذاك الكل باش نعملوا المعاينات القانونية. إذا هذا يظهر لي ثابت والناس كل تتحمل مسؤولياتها. اللي قاعد يجيش ضد عبير موسي خاصة واستهداف شخصي تاع
لا تويت تقول لهم خلي نحذر معاك إدارات الحزب أهو تبارك الله مو ديما وين الإدارات هذوما شنو من إدارة فيهم شبيكر علاش حقرينهم شنو اللي ناقصهم كان توا تعطيوني المجال كل واحد نعطيكم السي في نتاعو ونعطيكم قيمته العلميه ونعطيكم قيمته الاداريه وقيمته في خدمه الدوله علاش حقرينهم ليه ما نجيبهمش خاطر ما يعملوليش لوديمات سامحني اذا كان باش نولي وزاد احنا مختزلين كان في اللوديمات لهنا زاد يا خايفه المسعى ومن بعد ندوروا ضد عبير موسي باش نقلبوا ضد هالقيادات هيك تحب تظهر وحدها هيك تحب تتكلم وحدها هيك ما تحبش شكون يبرز معاها هيك دكتاتوريه يعني نعملوا احنا شيء بدينا ومن بعد ندوروه للتدليج على عبير موسي وقت تحل بلاتوري سامحوني في الكلمه باش نحكيو على شكيله التقطيع والتريج هيا شفتوها هاي في صفحتها ركبه على الحصان شفتوها شفتوها لهنا راكبه في البطاح شفتوها لهنا ركبه شنو معناها شنو اللي تقصد وما يحضر حتى حد من الحزب باش ياخذ حق الرد ومن بعد ما انت تعدي فيديوهاتك وتعمل السخري عليا وتجيج ضدي انا هكا ريتو الطبيب الطبيب يخدم على روحه مسكين هذاك هذيك من الشعب المفقر اللي فقروه اليوم وزادوه في النيسانس وزادوه في في الحليب وزادوه في الخبز هذيك اش معناها توا كي قطعوا له الطبله نتاعو اش تقصدوا هذيك التجيج نتاع الطبله التجيج نتاع الحصان توا شويه توا نلقاو واحد شد الحصان يذبح فيه خاطر ركبت عليه عبير موسي ولا البطاح نوقفوه في البحر على خاطر ركبت عليه عبير موسي ومن بعد تعطي الكلمه لخصومي والد خصومي اللي انا ما نعترفش بوجوده السياسي لانهم مرتبطين بالارهاب باش يغلطوا الراي العام ديروا اللي جابوه الجمعه اللي فاتت يغلط في الراي العام انا قلت تطبيق القانون ومحاكمات عادله ومحاكمات علنيه على مرأة ومسمع من الشعب التونسي وهذا حقنا باش نعرف شكون قتل جنودنا وشكون سفر اولادنا شو يقول هو يقول راهي باش تهز التليفون وتكلم القاضي تقول له حطها في الحبس وقت اللي تعملوا شيء هذيك هاكم شفتوا عند المواطن شنية التأثيرات نتاعو وشنو اللي نجم يتسبب فيه واليوم ولينا نحكيو عبر الفيسبوك وعبر هذه الممارسات وسير هذا جديدة اللي يخرج لي بيقول لي راني باش نعملوا لك هذا الكل في الاجتماعات الكل ورانا باش نعملوهم لك في الجهات الكل شنو اللي يقصدوا انتم شنو اللي تحبوا تحبوا انصار الحزب ينفضوا من حوله تبع في عبير موسي هاو شفت جارك اذا باش تبحرك باش تموت اذا باش تبحرك باش يضربوك باش تولي تعمل ضغط عليه في العائله اي واحد يغير على ابوه وعلى امه ويولي يقول له ما عادش تحضر في الاجتماعات وما عادش تمشي للحزب هذايا هذا ايش يتسمى يسمى تزوير انتخابات خاصه وان السونداج اللي عاملينه هما مش اللي احنا نستعرفوا به لانه ما تمنيش السونداج يهمنا التواصل المباشر مع المواطن السونداجات نتاعهم البارح خرجتنا في المرتبه الرابعه في التشريعية وخرجتني في المرتبة الثالثة في الرئاسية إذن إذا كان حزب موجود اليوم في السونداج بتاعك أنت اللي خرجتها أنت وإحنا متأكدين اللي ماهيش صحيحة تجي أنت تحب تنفر منه مناضليه وتسبهم وأي راجل تمسه في كرامته تقول له الكلمة هذيك وأي امرأة تمسها في كرامتها تقولها الكلمة هذيك مازال راجلها باش تخليها تمشي الاجتماع مازال عائلتها باش تخليها تحذر هذا هو المطلوب المطلوب انه تولي اجتماعاتنا التعبويه التي ازعجتهم اجتماعاتنا الجماهيريه التي ازعجتهم شفتوهم يهزوا في الناس قداش عطاوك فلوس يحبوا بسيف يلبسوا لنا تهم هاي الامارات هاو عطاوكم فلوس يظهر لي الحفله هذيا اكبر دليل انه اجتماعاتنا بمناضلينا لانه اللي يجيو بالفلوس ما يقعدوش خمسه سوايع ينضبطوا للقياده وينضبطوا للتوصيات بتاع الحزب واللي يجيو بالفلوس ما يجيوش بكراهبهم هكاكا وريتوهم هذوك ما سالش عليهم حد كيفاش روحوا اللي كراهبهم الكل مفشوشه وسبعه تعليم باش نجموا يتحركوا الكاره هذيك اللي كلها غير صالحه بتاع الكسرين خموش الكنساء اللي فيها والصغار والا الرجال الموجودين والا المقاومين ونتشرفوا انه عندنا اللي يسميوهم هما الشوابين ويسميوهم هما الصبيحيه هذيك الثقافه اللي حبوا يغرسوها انه نتخليو على تاريخنا انه نتنكروا للناس اللي جابت الاستقلال الناس هذوكم شكون خمم فيهم كيفاش روحوا تتصوروا اللي جاتهم مساعده من الدوله تتصوروا اللي الوالي بعث لهم حد يعاونهم لا الناس قمرت بحياتها وخرجت داك الكراهه مفشوشه بعدت من غادي واللي تهلكت توا الناس الكل اللي تهلكت البلار نتاعو واللي وثائقه تسرقت واللي فلوسها تسرقت واللي ذهب واللي دفتر الشيكات والمشاكل والمصايب سالت عليهم الدوله اسال عليهم حتى حد نلقاو ناس تخرج باش تزيد تبرر العنف وما جابتو الروحه خاطر قالت ما نعرفها ماشي ثوره
إذا كنت تعتبروا أن التعبير على رأينا وأنه منهج الحزب الدستوري الحر باش نتنازلوا عليه بمجرد الترهيب والإرهاب اللي عملتوه، نقولكم راكم غالطين. لأنه احنا لا عنا لغة عنف ولا عنا لغة حدة، احنا عنا لغة مبدئية، البلاد ماشية في الهاوية، كل المؤشرات الاقتصادية في الأحمر وفاتت الأحمر، الناس اليوم محتاجة على زيادة في الليسانس وزيك ما كنصيد خرجنا يوسف الشاهد جاي الأول، وإحنا ناس استفينا مع الشعب التونسي ضد هذه المنظومة اللي جوعته واللي ركعته. جماعة سيدي بوزيد ما عملوا لهم لا تنمية، لا عملوا لهم كياسات، لا خدموهم، لا عملوا لهم شيء، خلوهم رهينة لكلمة اللي تستفيد منها أطراف سياسية. وها باش نجي توا للمشاركين وشنية الانتماءات. أعطيني المشاركين. شادي شادي انتم تنجموا تعلقوا على الهيئة نتاعو. السيد هذايا سي منجي الغنيمي قال لك رئيس فرع تونس منظمة أمنيستي. هاكا أمنيستي شكون فيها؟ كامل عادي. هذايا السيد ريتو الفيديو اللي يسب المنظمين الكل، هذا طارق خدراش اسمه، هذايا هو اللي عدى الفيديو اون ديريكت. شوفوا مع شكون قاعد. قاعد مع عارف العزيزي هتا ونجيوه الطبيب اللي قاد العملية، وقاعد مع قيس وين؟ مع قيس سعيد. اللي اليوم خارجينه الثاني باش يطلعوه لرئاسة الجمهورية. ما جبتهاش أنا، حطوها هما هذيا. بتشوفوا العلاقات نتاعها. تفضل. السيد هذا عمال بلال هكا قدامكم شعار التيار الديمقراطي. عمال مانيش نقرا بالكبير عماري بلال هكا هو في الاجتماعات نتاعهم ويدشن في المقرات والتنسيقيات نتاعهم ومعاهم في البلدية، وهكا شعار التيار الديمقراطي. ويعتز الراجل هذاك اللي هرس العباد وهذاك اللي قال لهم كل واحد يسألوا انت منين انت منين، يقول له انا من رقاب، يقول له تكذب، يقول له من منزل بوزيين، يقول له تكذب. واللي هما مش يعطيوا الفيزا وريدوها قبيلة الكار اللي متعدية متاع قفصة مش تابعة الحزب، وقفوها وهرسلوها ويلي بيكم يلا عليكم، وهما ما مش تابعين الحزب، الناس متعديين في الكياس. تفضل. السيد هذا قاد العملية، السيد هذا طبيب، طبيب اسمه عارف العزيزي من جماعة المرزوقي، وهو اللي يصور وهو اللي يتكلم مع الطفل واللي قالوا شبابكم شبابكم والعجين متاعهم والكراهة. هاتوا تشوفوا مع شكون قاعد. هاكا مع شكون قاعد؟ مع سمير بن عمر. نسمع بعضنا يعيشكم. مع سمير بن عمر، مع رؤوف العيادي. هذه الانتماءات. السيد هذا الغنيمي اللي قال لكم غيرت على روحها وبدلت الكوش، هو اللي مش يغير على روحه ويبدل الكوش. واحنا نستعملوا عنه لأننا عطيناهم درس في الصمود والثبات، لا نغيروا على روحنا ولا خفنا منها. السيد هذا ينتمي لحركة اللي تسميوها انتوما سنقبل، لحركة الإخوان جاية ومعروف. تفضل. ريتوها المرأة هذيك، هذيك تو لازمنا نقفوا عندها برشا، هذيك القائدة العليا للعمليات الممنهجة. السيدة هذي اللي قالت محتجزين محتجزين ووجهها واضح وظاهر، هذي منيرة البوعزيزي. هكا مع السيد فرح العبدولي، والسيد فرح العبدولي مع علي العرير، ومع بعد باش تلقاها مع رضوان المصمودي. بقى ماشي اللي بعده. استنيني قبل ما تجي لهذي. هذي تعرفوها شكون هي منيرة البوعزيزي؟ ثم بطاقة متاع التجمع خرجت في الفيسبوك، أنا لا نتبناها ولا ننفيها، أنا ما نستبعدش، لأنه اليوم قاعدين يخدموا بقلبة الفيستا، هما مش قاعدين يخدموا لا بمناضلين ولا بأهالي ولا حد شيء. أهالي سيدي بوزيد أرقى من هذا وأبرياء من هذا. هذه المنسقة الجهوية لجمعية عتيد اللي تراقب لكم في الانتخابات 2014. هذيك هي المكلفة على الجمعية هذه. وقال لك مستشارة في جمعية التفكير الدولية، ما نعرفش شنو تفكر. فما حاجة أخرى، فما تصويرة أخرى نتاعها عشي هذه. هيك كيفاش كانت في 2017؟ هيك كيفاش كانت؟ من فضلكم احنا ما نسيبوش الناس. هيك كيفاش كانت في 2017؟ هيك في 2019؟ وعندك شوفوا شوفوا الصفة نتاعها، منسقة لمرصد الشفافية والحكم الرشيدة. وعندها تصويرة مع الأستاذ شوقي الطبيب، ما حبيتش نحطها أنا.
احتراما لانه كان في يوم من الايام عميد المحامين وما هو ما نعرفش عنده علاقه بالموضوع هذا ويعرفها من الاستاذ مليح. هكا شفتوا شكون قاعدين يحطوا في الجمعيات؟ الجمعيات حاكمه رشيده وجمعيات مراقبه انتخابات، ومن بعد يقول لك مستقلين، ومن بعد يقول لك في القانون نتاعهم التجمعيين ما يشاركوش في مكاتب الاقتراع، والتجمعيين ما يشاركوش في المراقبين ولا يشاركوا في حد شيء، باش ينجموا يشاركوا الناس هذوما. اللي مع علي العريض واللي مع رضوان المصمودي واللي مع جماعه هذوكم ومع العصابات اللي جاتنا بعد 2011 للغزو نتاع تونس ولتركيع التوانسه ولازاله الدم التونسي. نمشيو هذوكم الاثنين الطايب نسيري وبشير نسيري اخوان جاي الزوز ومعروفين هاكا معاهم القدامي هذيك الغنيمي اخوان جي. عادي عادي شادي ارجع للاخرى ارجع للاخرى قيس اه. هذيك قيس البعزيزي هذيك اللي بدا التجيش الاولاني قبل ما ندخلوا احنا والناس الكل في بالهم بيه. هذيك هكا مع ياسين العياري وعملوا هكا لانه هذيك الاسلوب نتاعهم يعني لهنا باش نحاوصلوا. وفما مشاركين اخرين اعطيني المشاركين الاخرين هذا يا عمر محمد النيوي صالح امام جمعه شكونو هذا امام جمعه حي الشامع الرحمه اكبر جامع في سيدي بوزيد امام الجمعه باكبر جامع في سيدي بوزيد اهو عادي هذا يا سيد ظاهري هذا يا عدم من جماعه ما لف لفها ماشي الهادي نسيبي هذايا إيمان واضح شكونو هذا هذايا طفل اللي قالوا لي صديقة هذايا يلزم الوكيل الجمهورية يعطينا هذايا شكونو نواصلو بلال بن هذايا السيد بلال بن كذا كذا هذايا محكوم عليه بتصريحه هو في فيديو ب 15 سنة حبس ما نعرفوش غيابي عزيهم يتكلم ويقول انا بتاع حبس ومحكوم عليا ومحكوم عليا وعملتوش معايا الباهي وقاعد يلوم فيهم في الفيديوهات بشوفوا بحضور شكون تم هذايا قالك شباب ثوره وهذايا يدافع عليه تفضلوا السيد هذا زياد العبدولي هذايا كيف كيف من مشتقات الجبهه تفضل السيد هذايا خو سجين حاليا من اجل قضيه ارهابيه هاكا اسمه وهذايا هو اللي هاجم سي عمر الصالحي ايامات 2011 بزيدي بوزيد وش واعتدى عليه وش كبيه وخذا سجن خذا 3 سنين حبس هاكا موجود غادي وهو هذاك في القياده هذاك من الاول من اللي جاو من الاولانيين هذه المراه هذه المراه هذه هي هذه ضربتك انت هذه ضربتك انت سي علي هذه كانت تحكي لنا عليها هذه يقدموا فيها نهارتها هاي ام الشهيد هاي ام الشهيد لهنا يقولوا لنا ها ما يهمنيش فيها فما شهيد ولا ما فماش وهذه بشهادة الناس في سيدي بوزيد كانت من الناس اللي منتفعة من التجمع ومن مساعدات التجمع هذوما الناس بتاع كل العصور أكيد وين فما ناس تحكم هما تلقاهم في العجة يا كان ناس تحكم كيما احنا عندنا معرض وعندنا صناعات تقليدية وعندنا دنيا تلقاها معاك جماعة توا عندهم عركة وعندهم مشكلة تلقاها معاهم هذايا شكونوا هذا هذايا مشتقات الجبهة تفضل شوف هذايا اش قال كل من يحضر اجتماع الحقيرة بعير موسي يعني التنافس بالألقاب ومش موسي فما واحد كاتب بعير مومس خاطر احنا يلزم امراه لازم نطعنوها في شرفها باش هكاكا تنسحب من الساحه السياسيه وتشد دارها في سيدي بوزيد من اشباه الرجال الرجال ردوهم اشباه الرجال ونساء ومسات مرتزق القواد يبقى طول عمره قواد على حاسه ماشي يوسف جلالي يوسف جلالي هذا شنو يعمل؟ هذا معلم ما باش نشوفوا احنا الاجيال الصاعده
على يد شكون تتلمس. هنا اللي عايت من الاول يا عبير يا حسين هاي جاتك الرجاله. اذا هذا منطق نتاع مربي ومنطق نتاع معلم فعلى الدنيا السلام. باش تفهموا الناس هذوما جاو باش يحكموا كل شيء، الاخلاق والتربيه والتعليم. واليوم تعرفوا وانا نحل قوس صغير، شفتوا الاساتذه الجامعيين الاهانه اللي صارت لهم؟ شفتوا انه في بلاد اللي استثمرت في التعليم واللي هذيك قوه الدوله الوطنيه وقوه حزب الدستور، الشعب اللي يسبوا فيهم هما اللي بنوا المدارس كان هما ما يعرفوش. اليوم الاساتذه الجامعيين في قيدون ملوحين في اعتصامات للبرد ويتفرج فيهم الناس الكل. وعلاش؟ هاو على خاطر خلافات ومحاضر الاداره ما استجابت لهمش، ونقعدوا نعملوا الازمه هذيك. يلزم نكسروا شوكه الناس الكل في البلاد هذي. انت محاميه توا، هو الاستاذ محامي مش يروح ورافقه هكا قالوا لك وقالوا لك، انت طبيبه، انت معلم، انت مربي، انت كذا. يلزم الناس الكل يمسوهم في ذاتهم، يكسروا لهم نفسيتهم من داخل. وهذيك اول عمليه لتركيع الشعور، انك تجي تكسر الذات الانسانيه من الداخل. وهذايا اول برنامج الاخوانجيه يعملوا فيه بايدي اخرى. هذيك علاش نقول لكم اليوم في الحوصله، انه منظومه 18 اكتوبر تحركت. مشتقات الجبهه وبعض المنتسبين الى ذلك الفكر، الاخوانجيه، السيبيير، السيبيير اللي اليوم نراوه مقصر على قداش من طرف، هاو حركة وفاء، هاو تيار ديمقراطي، هاو شكون الاخر اللي مع المرزوقي وحركة الارادة. منظومة 18 اكتوبر اللي اجتمعت في 2005 وتواطأت ضد الدولة التونسية، وفيها اللي شكون مشى صحح مع اوباما باش يعملوا الديمقراطية، اليوم حست بالخطر. وعندنا فيديوهات يقولوا راه وجودنا مهددين في وجودنا. علاش؟ لأنه الحزب الدستوري الحر مش خاطره باش يجيب الدكتاتورية، مش صحيح. ومش خاطره باش يجيب استبداد، مش صحيح. لأنه باش يجيب المنظومة الوطنية. المنظومة الوطنية اللي ذلوها. خاطر كي تقول منظومة وطنية تقول أمن قوي وتقول قضاء قوي. أمن القومي بتاع البلاد وحريات الناس ما تتحفظ كان بالقضاء القوي والأمن القوي. جاو دجنوا الأمن وخليوه يعيش هذه اللحظات المريرة في عجزه عن تأمين الاجتماعات والقضاء. هانا باش نتوجهوله وهانا باش نشوفه توا. ومن المخزي انه ناس في حالة تلبس كيما البعزيزي هذية واليوم مازالت موجودة في حالة سراح ومازالت تتكلم وتقول كانت مسونة انشعلوا لكم البلاد. هذية المنطق اللي يحبوا يعملوه، يحبوا دولة الغاب ويحبوا نوليه كل واحد يسأل لنفسه. لكن احنا ما بتيحوش في هذا الفخ. باش نختم بردود الافعال هذية نحب نسجلها. اتيني هذية سيف الدين مخلوف، لأنهم هما تعودوا أنهم هما يعملوا البلطجة والعربدة والإرهاب، وعندهم فريق محامين حاضرين يستنوا فيهم. اللي هذا اللي قال له كي الجمهورية تاع سيدي بوزيد كانك راجل أهبط لتونس ولم تتم مؤاخذته. وأنا في 2011 محامي مشيت رافع على حزبي، حزب أجدادي، الحزب اللي حرر البلاد، نتضرب ونتهان ونخرج في الكار تاع البوليسية، وبعد يشكيوا بيا تهمه كيديه ويسكروا لي بيرويا مع النفاذ العاجل ويهبطوا لي الفيسك ويعملوا فيا اللي ما يتعملش واحكام بالسجن. السيد هذايا يقول له كي الجمهوريه قدام التوانسه الكل، قال له كانك راجل عباكي تونس. وريتوا في ملف الرقاب شنو اللي صاير فيه اليوم وما لينا حتى محاسبه. قال شنو شدوه على الزواج العرفي ومازلنا ما نعرفوش الرسمي واللي به الفائده ومعسكر الارهاب شنو اللي صار فيه. السيد هذايا شوف شو يقول، هي الوحيدة اللي تعرف كيفاش تتعامل مع بن علي ومع قمامة بن علي، يعني يحكي باسم سيدي بوزيد. هل أنه معقول اليوم أن الدولة التونسية الموحدة يولي يجي واحد يحكي باسمها؟ وهو قال لك اسكتوا هذاك الأحرار اشتعمل. وين هيئة المحامين؟ باش نشكيو لها وباش تعطيها عدم سماع الدعوة كما عطاتو في تطاولوا على وكيل الجمهورية. تفضل رد الفعل الثاني. ليلى الحداد هذه زادة ولات محامية مختصة في التغطية والتستر، لأن المحامي كيف يجيه ملف البيرو يدرسه كمحامي ما يمشيش يتصور مع قيس البعزيزي وتقول له صديقي لن أتخلى عنك. لهنا ولات تخلعنا جبهة المحامي ولينا تخلى في جبهة المشاركة في الجريمة. اش قالت له؟ واحنا نستعملوا صفة المحامي باش نوريو نعطيو كوفيرتور ونعطيو إفلات من العقوبة للناس هذو. قالت لهم شباب سيدي بوزيد ظهر لي الإحالات بالجملة، انصبوا لي خيمة قدام المحكمة هاني جاية رافع عليكم.
وشنو هما يحبوا تو؟ كان تتحرك النيابه العموميه تبقى القانون والجرائم الشنيعه اللي ديتوها بحال التلبس وتقوم باصدار البطاقات الايداع والا بطاقات قضائيه يشعلوا الدنيا ويمشيوا لك امنيستي اللي قال عليها ومنظمه حقوق الانسان ويقولوا تونس ولات ديكتاتوريه وتونس ولات مستبده واحالات بالجمله في صفوف شباب الثوره ويعطيوها الغلاف هذاك وبراني عاده كيفاش. هذا سيناريو اللي هما يحبوا البلاد ما تخرجش منه وهذايا تتطلب باش نرجعوا البلاد لدولة القانون تتطلب ناس عندهم إرادة سياسية وعندهم قدرة على تحمل مسؤولياتهم في حفظ الأمن القومي. هاتيك النزال عندك هكا متصورة هي وياه والاستدعاء اللي جه للبرجاني وقالت له حل الستاتيو اللي هي فيه ما نعرفش كان تكبر قالت له لن نتركك يا صديقي ولن نتركك كذا واليوم الكلهم عاملين رونديفو قدام ساحة الشهداء ولا ما نعرفش مين البلاصة باش يساندوا سي قيس البوعزيزي اللي هما يعتبروه يعني قائد الأعلى للثورة واللي هو عنده الحق في اللي عملوا هذاك الكل. شو عندك بعد هذا؟ لهنا أنا نستغرب ونتوجه لوسائل الإعلام ماذا بيا نقابة الصحفيين تحل بحث إذا كان الصفحة هذه صحيح نتاع إذاعة الكرامة نتاع سيدي بوزيد. إذا هذه صحيح الصفحة الرسمية نتاعهم يا خيبة المسعى هاكا شوفوا اش كاتبين قرب لي اش كاتبين اي اذا كان راديو جمعياتي اي معناه عنده الحق يعمل هكا يعني لهنا اللي مسؤول على الاعلام اذا كان اعلام جهوي ولا ما مجتمع مدني ولا اي حاجه هذا نلفتوا الانتباه اهو الاعلام كيفاش هالجمعياتي لانه مشاكل وهذوما انا اذا الكرامه استدعتني كان من المفروض نعمل معهم حوار بعد الواحد ما نعرفش شنيا الاذاعه وشكون الترخيص هذه الهيكل تتصرف فيه اما اذا كان في الصفحه هذه صفحتهم حقيقه فهي خيبه المسعى. شايفين؟ هاي سيدي شكون اللي ساند فيها منيره البوعزيزي وقال لها ماناش مسلمين فيك كبرها لهم لن نسلمك السيد اللي رفع شعار رابعه. يعني لهنا يظهر لي ما فماش اكثر ادله من انه فما شبكه كامله فما الدوله فما الحكومه فما مجتمع مدني جمعيات فما احزاب سياسيه ومنظومه سياسيه وفما دواعش يتخفون وراء هذه العمليات ومازالوا ما ظهروش وجههم الحقيقي لانهم يخدموا باسم ما يسمى بالثوره وباسم الشعارات هذه. ما نزيدش نطول عليكم اكثر يظهر لي هذا كل واضح نعول طبعا على وسائل الاعلام لتحسيس الراي العام بخطوره ما يجري لاناره الراي العام حول خطوره هذا الموضوع لانه فما شكون حب يتفهو وحب يرد هذاك بوست تعمل فيه عبير موسي باش يخو في الانتخابات وولاو العباد هيك طلعت به ليه احنا واش مشكلنا نطلعوا بالطرق هذه وما نطلعوش على الدم نتاع مناضلينا ونتاع التوانسه. ندعو للمرة الألف الحكومة رئيس الجمهورية اللي اتصلت بي ونددت واستنكرت سيد رئيس الجمهورية ننتظر أفعالا وننتظر قرارات وننتظر تحرك تبقى صلاحياتك لحفظ الأمن العام في البلاد والأمن القومي في البلاد. اتصل بي وزير الداخلية وقال لي إذا كان عندكم حاجة أعطيوها لنا يظهر لي حالة التلبس شافوها هما قدامهم. هدفنا ما هوش إنك أنت تعاقب لي عون أمن والا تتوقف لي واحد من الاعوان اللي ما عنده حتى ذنب. هدفنا انك تشوف الموضوع هذايا كيفاش الداخليه تتحمل مسؤوليتها لانه مازلنا باش نحطوا في مظاهرات وعندنا مظاهره مسيره يوم 9 ابريل باش تنطلق من ساحه باب السويقه الى ساحه القصبه وراهم منافذين حزب الدستور اللي ثبتوهم باش يعاودوا يخرجوا للشارع والكلام اللي قلتوه هذاك راهو زادهم قيمه وزادهم نضاليه ودخلهم للتاريخ من بابه الكبير. نوجه ايضا كلمتني وزيرة المرأة قالت لي احنا عملنا قانون العنف المسلط ضد المرأة يظهر لي شافت العنف المسلط وشافت النعت والنعود في شرفي انا وفي شرف نساء الحزب. ننتظر افعالا وننتظر قرارات وننتظر تحركات تليق بدولة ان كنا مازلنا اليوم النجم نقولوا انه فما مقومات الدولة. ونحب في الاخير نطمنوا قواعدنا ونطمنوا هيكلنا أن الحزب سيتكفل عن طريق هيئة الدفاع بتقديم قضية موحدة
باش يشكي الحزب في شخص ممثله القانوني، لأنه هو تم تسليط ضرر عليه قانون الأحزاب يمنع الاعتداء على الأحزاب في عملها، وباش نقدموا شكاية يعني اسمية بالناس اللي تضرت بشهيدة طبية بكل مؤيدات وبكل الفيديوهات والدم ريتوه والحجر ريتوه. وعنا رانا المحجوز، عنا المحجوز، عنا الحجر، وعنا لي بابي مشواغ اللي بالدم، وهذه الكل باش نقدموه طبعا للقضاء. ورسالتي الأخيرة هي للقضاء، لأنه هاني نقولها اليوم من هذا المنبر، إذا القضاء اليوم أمام هذا التلبس وفضيحة هذه الجريمة المنظمة الشنيعة اللي هي ترتقي إلى جرائم جنائية وتكوين عصابة مفسدين للنيل من الأمن العام واحتجاز أشخاص بدون موجب قانوني والاعتداء بالعنف وبالثلب وبالقذف والتحريض وتأليب الشعب بعضه على بعض، هذوما جرائم كل واحدة منهم فيها عشرات سنين، مش ما أقولش حاجة أخرى. إذا أمام هذا الكل وعلى مرأة من الناس الكل ما نراوش محاسبة وما نراوش محاكمة، ويقعد تمطيط الملف كما عملوا معانا في شكاياتنا الاخرين وبحث اولي وتو يسمعوكم وتو يجيبوكم ويربحوا الوقت حتى تجي الانتخابات، انا اقول لكم اذا جيت الانتخابات قبل انه يحسموا في هذا الملف ونراو معاقبة المذنبين، نقول لكم من توا الانتخابات مزورة، والانتخابات هذه يخليوها عندهم لاني باش تكون مجرد غطاء يغطيوا به اغتصاب الدولة التونسية والسطو على إرادة المواطن التونسي عن طريق شراء الذمم والبلطجة والعربدة والجريمة المنظمة. واللهم اشهد أننا بلغنا، وإن شاء الله التوانسة يكونوا واعين بهذا الكل، والتوانسة ما يسقطوش في فخ الخوف، ردوا بالكم يبثوا لكم الخوف، مازلنا باش نخرجوا وحتى كان ضربونا باش نقبلوا الضرب، انتوما ما تخافوش امشيوا سجلوا، بالعكس هذا يزيدكم حافز باش تمشيوا تسجلوا وباش تخرجوا بكثافه يوم الاقتراع، وباش تحطوا في الصندوق الورقه التي ستنقذ تونس من هذه المنظومه المدمره اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا واخلاقيا. وهاكم شفتوا من غير ما نزيد نعاود، يعطيكم الصحه وشكرا على رحابه حضرتك. اكيد لان طولنا عليكم بالكلام، لكن الندوه هذه مازلنا نعطيو فيها كل هذه المعطيات. تفضلوا اذا عندكم تساؤلات احنا على ذمتكم. إذا فما تساؤلات تفضلوا، ما كانش ديكلاراسيون فقط، إذا نجموا نرفعوا الجلسة نخلينا نجموا نغادروا ونعملوا ديكلاراسيون مع وسائل الإعلام. ويعطيكم الصحة على الحضور، ويعطيكم الصحة على الصمود، والحزب الدستوري الحر سيواصل النضال رغم كيد الخصوم والمجرمين.